السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة شباب إن شاء الله رب العالمين هنتكلم في موضوع في غاية الأهمية. هدف الموضوع أن يكون عندكم أكبر قدر ممكن من المعلومات. الموضوع هو عن كمال الأجسام وعن اللاعب اللي بيمارس كونفو أو جمباز أو باركور أو بريك دانس أو أي رياضة استعراضية. جات لي أسئلة كتير من خلال هل يا كابتن ينفع أن أنا مارس مع الكونفو أو أي فن قتالي آخر كمال الأجسام؟ طب هل ينفع يا كابتن مع الجمباز أو الباركور أو البريك دانس أمارس معاه كمال الأجسام؟ بدايتنا يا شباب لازم نعرف إيه الفرق ما بين كمال الأجسام البادي بيلدينج والباور ليفتينج رفع الأثقال والفيتنس. لازم نفهمهم هم عبارة عن إيه عشان ده محور حلقتنا النهارده ان شاء الله رب العالمين. اول حاجه كمال الاجسام البادي بيلدينج وباور ليفتنج رفع الاثقال، الاثنين بيتفقوا فيه ان لاعب كمال الاجسام ولاعب رفع الاثقال يكون عندهم قوه عضليه وقوه جسمانيه، لكن بيختلفوا فيه ان لاعب كمال الاجسام بيهتم بالتناسق والتكامل العضلي لكامل جسمه، لاعب كمال الاجسام بيهتم ان يكون عضله رجله السمانه، عضله صدره، عضلات البطن، عضلات ايده الذراعين بالكامل، عضلات اكتافه، كل عضلات جسمه متناسقه، وانه ما يتمرنش على عضله على حساب الاخرى، يعني يتمرن على العضله ويمهل العضله الاخرى. لاعب كمال الاجسام بيهتم بالتناسق، يكون جسمه كله شكله جميل، تمام؟ يبقى التكامل والتناسق العضلي ده البادي بيلدينج. اما لاعب رفع الاثقال فبيختلف عن لاعب البادي بيلدينج. لاعب رفع الاثقال بيكون كل هدفه ان انا اشيل اوزان تقيله لمده اطول عشان احطم ارقام قياسيه مثلا. طبعا بنشوف مسابقات عالمية زي الورلد سترونجست مان، اقوى رجل في العالم، بنشوف مثلا لاعب رفع الاثقال وهو مثلا بيسحب سفينه، بيسحب سياره، بيشيل اوزان معينه لمده اطول او لمكان معين. فبالتالي لاعب رفع الاثقال ما بيهتمش بالتناسق والتكامل في بناء العضلات لكامل جسمه. لاعب رفع الاثقال بيهتم فقط ان انا ايه يعني ارفع اثقال زي ما قلنا لمده اطول. عشان كده ممكن نلاقي لاعب رفع الاثقال جسمه فيه دهونيات، وبنلاقي كمان زي ما قلنا مفيش تناسق، ممكن نلاقي مثلا عنده عضله اكبر من عضله او عضله اصغر من عضله، العكس ممكن نلاقي عضله الصدر افضل من عضله البطن او عضله الرجل افضل من عضله الجسم وهكذا، تمام؟ طيب بعد ما عرفنا الفرق ما بينهم هنيجي بقى يا شباب للانظمه الغذائيه. النظام الغذائي للاعب البادي بيلدينج، النظام الغذائي للاعب البادي بيلدينج كمال الاجسام بيمر بمرحلتين او بفترتين، مرحله اسمها مرحله التضخيم ومرحله اسمها مرحله التنشيف. لاعب كمال الاجسام في مرحله التضخيم طبعا يا شباب بيهتم ان هو جسمه يكون ضخم يملى في جسمه، فبالتالي الغذاء بتاعه بيكون غني بالبروتين، غني بالدهنيات الصحيه وغني بالكربوهيدرات. اما في مرحله التنشيف اللاعب هنا بيهتم ببروز العضل وان الجسم يبان شكله جميل جدا، فبالتالي اللاعب بيقلل جامد من الدهنيات، بيقلل من الكربوهيدرات، بيكون غذائه خفيف سعرات الحراريه وغني بالبروتين. اما لاعب رفع الاثقال باور ليفتنج بيكون غذائه مصدر غذائه كله من الكربوهيدرات والدهنيات زي ما قلنا، لان لعبه كله بيحتاج الطاقه، هو بيستمد الطاقه من الدهنيات والكربوهيدرات، اوكي؟ فبالتالي هو ما بيهتمش قوي بالبروز وتناسق العضل زي ما قلنا. اما يا شباب بقى نيجي للاعب الفيتنس. الفيتنس عبارة عن تمارين اللياقة البدنية، وتمارين اللياقة البدنية بتشمل قوة الأعصاب، المرونة، الإطالات، ارتفاع القفزات والجمب، ده لاعب الفيتنس. وممكن يشيل حديد بس حاجات خفيفة جدا. لاعب الفيتنس
يعني التمرين السويدي، لو في حد فينا بيمارس كونغ فو او سباحه او اي رياضه، كره قدم، كاراتيه، يعني اي رياضه لازم دايما بيكون لها تمارين تسخينات، هي دي تمارين الفتنس. فبالتالي يا شباب الجسم الفتنس بيعتمد على تمارين اللياقه البدنيه زي تمارين البطن، شد عضلات البطن وبروزها، وتمارين قوه الاعصاب، وتمارين المرونه والاطالات، بجانب رفع الاثقال، بس ايه زي ما قلنا خفيف جدا، يعني هو ممكن بيشيل حديد بس خفيف جدا جدا مش قوي.